عليكم يا جماعة مرة ثانية. يلا الحركة الثانية، قبل قلنا حركات، دي حركة ثانية. المرة دي هنستعمل جردل، جزء بتاع حديد. جردل بتاع حديد. تمام؟ مازورة زي دي كده. تمام؟ مازورة صغيرة. نفتح الجردل من هنا فتحة كده في المازور. أيوه. إشارة. شايفين؟ دي الإشارة. تمام؟ دخل المازورة. أحمد تعال صور من فوق. شايفين المازورة؟ حد هنا. النص يعني مال النهاية، وتحط المازورة الثانية. امشي يا حمود، امشي بينا، حط المازورة الثانية. حاول تزين الخلايا في النص. بعد ذلك شنو؟ ايه تكب المشارة بتاعتك عادي. وزع المزارة وتفتح. امسك لي المازورة دي عشان مزقة. الإشارة دي يا اخوانا بتوفي الأوراق ده، ولو خلاص اشتريتها، لو اشتريتها يعني ما جبتها مجاني، ان هي منطقة صناعية، اشتريت شوال ب 150 ب 100 جنيه، الشوال ده بيقعد معاك يعني قرابة الشهر، في ذاتها دي بتقعد معاك أسبوع مولع، يعني بتشتغل معاك شغل أسبوع. بس شنو كل ما تنزل تضغط. طيب. لازم تضغط الجهة دي كويس عشان تفرغ الهواء من جواها. بعدك تعبي تاني. يا حبذا لو رشيتها بموية شوية ترش حبة موية كده وتخد عشان تمسك مع بعض. ما بتضرها بأي حاجة الموية. الجهة شوية بتاعت رش بتاعت موية. هاي كده. تبدا ثاني كل طبقه من طبقه عمليه رشه بعد ما عشان النشاره تتماسك مع بعض، وما تنسى تضغط تفرغ الهواء. هاي يا جماعه غايته بس الناس تحل المشاكل دي تحت الغاز، دي جد جد مشكله. الناس تعمل الحلول دي لحد ما ربنا يسهل على البلد كلها. الضغط ده اهم حاجة. نكمل الجردل ده ونرجع لكم تاني. كده لحد ما توصل للمستوى كون ضغطت كويس. بعد شنو دي؟ الطب دي هتكون طبقة بتاعت حاضر يا ابو احمد. كيف؟ ممتاز الله يخليك. عملت ثاني واحد هنا؟ ولا عملت لاحمد ده؟ بعد ده يا اخوانا بتكون تعجينات طين عادي، طين 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 جوه الجو الاخير. اقفله عادي كده بس اقفله. كده الموضوع ده انتهى. بعد ده بتطلع المازورة دي ببساطة كده براها. نقفل يا احمد عشان نغسل ايدينا هني. ده شكل النهاية كده خلاص. دقيقة يا حمد. يلا بعد شنو؟ بكل بساطة والراحة تلف المازورة الأولى دي. تلفها بالراحة. ما تقول مازورة.
حاضر بالراحة بالراحة لحد ما تطلع الناسورة. هو اللي مفتح فيه فوق. تعال عليه جوا. ليش شديد؟ من شكل الفتحة معك كده. نفس الطريقة. طلع الناسورة الثانية. برضه من تلعب فيه. بالراحة بالراحة كده. تمام؟ ده الشكل برضه النهائي بتاعه. بعدها تجيب ورقة هذي تلف فيها. دخلها مين؟ خلي الورقة تنزل للنهاية. دايرة النار تكون شديدة تخلي الهواء يخش من تحت من الفتحة دي، النار بيطلع شديد. بعدك تعمل لك حاجة زي دي كده، تحطها فوق. ولا شيل حق البوتاجاز ذاته. أصلا ما شغال. ما عنده غاز ذاته البوتاجاز. شيل حق البوتاجاز. شيل حق البوتاجاز تحطها، شايفين النار مستواها كيف؟ ما شاء الله. أخوان. ما في أي كلام والله. حاجة سهلة وظريفة. البتاعة دي ممكن تقعد معاك أسبوع. اسبوع كامل يعني، وفي النهايه ان شاء الله تطفيها. بعدين لو عم تيجي تطفي طبعا عادي جدا تيجي تطفيها. شايف دي خلاص حطها. شوف مستوى النار فوق كيف ما شاء الله. لما تيجي تطفي ما عليك الا تقفل المحلة دي، تقفل المدخل بتاع الهواء بياي باي قطعه لينا، تقفله تماما، تاكد انه ما في هواء داخل. الموضوع ده كده انتهى. بتقعدك اسبوع يشتغل وتطفي وتولع عادي. اختصارية جدا. محمد النار قديم بيان بنعمل التطفي كيف؟ ما تشوف بيعمل قطعه.